استيقظت طرابلس على هول المأساة وحجمها. 47 شهيدا وأكثر من 500 جريح حصدتهم يد مجرمة زرعت الموت في أرجاء الفيحاء. ساحتا الجريمة تحولتا منذ ساعات الصباح إلى معلم استباحه الفضوليون مستفيدين من الغياب غير المبرر للقوى الأمنية، غياب لم يخفف من وطأته حضور 3 عناصر من الشرطة القضائية ودورية من الشرطة العسكرية لعدة دقائق التقطوا خلالها بعض الصور وغادروا. غياب الأمن في الطرقات أفسح المجال أمام استمرار ظهور المسلح، فعمد بعض المسلحين إلى دخول سوق الخضار وسوق الذهب وباب الرمل وغيرها من الشوارع لإجبار المحال التجارية على إقفال أبوابها. المعالجات السياسية لم تتوقف طيلة النهار، فرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي جال في منطقة تفجير مسجد السلام برفقة عدد من الوزراء والأمنيين أكد بعد اجتماع في منزله أهمية ضبط النفس ومنع الفتنة. الحقيقة نحن الأفريقاء إن كانت حادثة الضاحية وإن كان حادثة طرابلس بالأمس أكيد لأيدي نفسها اللي هي حطتها، ونحن مش بدنا نقعد لنتفق مع بعضنا ونتصالح، نحن مش عم نحط القنابل لبعضنا البعض، نحن مفروض نتفق لحتى نسد أي ثغرة ممكن أن تأتي من أي مكان، وفي كتير ناس يمكن مستفيدين من هذه الحالة بلبنان. الجو نفسه حضر في اجتماع هيئة العلماء المسلمين التي نبذ أعضاؤها منطقة الأمن الذاتي، وقد أكد الشيخ سالم الرافعي التمسك بالدولة العادلة والمنصفة. نحن اليوم برز للناس أننا ضحية الإرهاب، إرهاب النظام السوري، بس فقط منذ أيام كان ينظر إلينا بالإعلام والضجة الإعلامية وكلام كثير من المسؤولين الأمنيين والسياسيين أننا تكفيريون وإرهابيون. أنا أقول الذي قام بالتفجير في طرابلس، التفجير هذا الظالم لعله نفسه اللي قام بالتفجير في الرويس وهو النظام السوري. الدعوة إلى طوي صفحة الماضي وفتح القلوب نحن ندعو بها، بس بشرط ألا يكون بعضنا عونا للظالم. أنا منذ يومين اتصل بي الأمنيون قالوا لي أنت على لائحة الاغتيال، بس ما نستطيع نفعل لك شيئا. طيب شو دوركم كأمنيين؟ مشايخ الهيئة وأعضاؤها توجهوا إلى مسجد التقوى حيث أما مفتي عكار الشيخ زيد زكريا الصلاة وسط استمرار عمليات رفع الأنقاض تمهيدا لعودة الحياة إلى طبيعتها في عاصمة الشمال.